ومن فضائل التوحيد أنه أساس الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة، فلا أمن ولا قرار ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا.